للحديث عن الأمية في العراق بتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية ينضم إلينا عبر سكايب من كوالالمبور الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود المسافر. دكتور محمود، بداية مرحبا بك في اليوم العالمي لمحو الأمية، كيف تنظر إلى وضع العراق الآن؟ شكرا، بارك الله فيك وأشكرك على الاستضافة، وتحياتي لك والقناة الكريمة ولكل مشاهديكم. حياك الله وسلم. الحقيقة التعليم الآن في العراق يعني لا يحتاج الكثير من التعليق، هناك الكثير الحقيقة من الأدلة على أنه التعليم في العراق اليوم في حالة مأساوية، نستطيع أن نتبين ذلك من واقع خريجين اليوم، نتبين ذلك من واقع الدراسات العليا، من البحوث، من المختبرات، نوعية الجامعات، نوعية الكليات، كل اللي دي يصير الآن في العراق، كل اللي يعتمد عليه العراق هو الحقيقة من المرحلة السابقة وليس من هذه المرحلة، من مرحلة ما قبل 2003، لأن الحقيقة منتجات ما بعد 2003 هي منتجات مع الأسف سيئة وتسوء يوما بعد يوم. نستذكر طبعا احنا في هذه الأيام أن العراق في عام 78 كان أحسن دولة بالعالم في موضوع محو الأمية، وكان يمشي بخطوات كبيرة جدا الحقيقة في هذا الاتجاه روح كاملة، ولكن مع الأسف هذا اللي صار بالعراق وبسبب الاحتلال وبسبب الحكومات الفاسدة التي جاءت وبسبب إعطاء الوظائف لأناس ليسوا على قدر عالي من الكفاءة والتعليم، وهذا هو الذي يحدث. ونعاني نحن في الخارج الحقيقة من الطلبة الذين يأتون من الداخل للتكملة. بالتأكيد هناك الكثير من الطلبة جيدين، لكن الأعم يعاني كثيرا من موضوع التعليم الفاشل والفاسد. دكتور، هل تعتقد أن موضوع الإصرار على التجهيل أو منع العلم، منع ينابيع العلم والكتب والمعلومات أن تتدفق إلى العراق، هل تعتقد أن هذا الأمر مقصود؟ يعني لنأخذ بنظر الاعتبار البعد التاريخي ليس ببعيد، يعني الحصار الاقتصادي أكثر من 13 سنة، العراق ممنوع عنه المصادر العلمية، ممنوع عنه مواكبة التطورات العلمية، هل هذا الأمر هو يعني حلقة من سلسلة حلقات الغرض منها ضرب الأجيال العراقية، استهداف التعليم ونوعية التعليم وجودة التعليم؟ يعني الحقيقة ليس لدي شك في ذلك أبدا، يعني هذه السلسلة واضحة، يعني منذ عام، أنا يعني لا أرجعها فقط إلى عام 1990 عندما بدأ الحصار، بل حتى عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية وكان العدوان الإيراني، هو كان محاولة إيرانية وغربية ودولية لإضعاف العراق وإبعاده عن خط السير الحقيقي من أجل التقدم والخروج من بوتقة العالم الثالث. استمر هذا الموضوع إلى أن صار الدخول العراقي للكويت، وصارت كل أنواع التجارب على العراق من أجل تأخيره، ومن ضمنها طبعا تتذكروها كلكم منع حتى أقلام الرصاص، من منع العراق من استيراد حتى أقلام الرصاص والكتب، واحنا عانينا لانه احنا تخرجنا في ذلك الوقت، عانينا من الحصول على الكتب والمصادر، ولكن الحمد لله والشكر كانت الدوله تعمل بما تستطيع لتوفير ذلك. الان الاموال ما فيها مشكله، لكن هناك الصفحه الاخرى هي صفحه الفساد. دكتور، الاموال العراق تسرق وما يسمحون للعراقي ان يحصل على ما على حقوقه التعليميه والصحيه وغير ذلك. كما ذكرتم يعني العراق بلد غني وتخصص المليارات من أجل التعليم، من المفترض أن يكون هناك يعني مواكبة للتعليم الحديث، يعني خصوصا أن هناك معايير للأمية اختلفت عن المعايير السابقة وهي القراءة والكتابة، أصبحت هناك معايير استخدام الكمبيوتر واستخدام الأجهزة الذكية وإلى آخره. ترى ما هي المعايير المستخدمة وبالتالي خرج العراق على وفقها من تصنيف جودة التعليم العالي؟ هو شوف الحقيقة يعني موضوع التقنيات واستخدام التقنيات واستخدام الكمبيوترز هذا موضوع رئيسي بلا شك،
لكن الذي أخرج النظام التعليمي من القائمة هي عدم وجود الثقة من العالم بهذا النظام التعليمي. والدليل روح إلى المدارس الدولية وكامبريدج وقدم طلب وستجد أن الرد نحن لا نثق بالنظام التعليمي في العراق، وبالتالي لا يمكن لنا السماح بتأسيس أي مدرسة دولية. وأي مدرسة دولية الآن تقول أنا في العراق مدرسة دولية مجاز من قبل كامبريدج، فهذا الحقيقة يعني مو صحيح ابدا، لان انا اعرف ذلك من خلال تجربتي الشخصيه يعني. لذلك فهو اللي اخرج العراق هو عدم وجود الثقه بالنظام السياسي والنظام التعليمي اللي موجود بالعراق، اكثر من الجوانب التقنيه الاخرى. التقنيه الاخرى حتى على المستوى الجامعات الخاصه يوفروها يا اخي العزيز، لكن شنو قيمه ان توفر هذه الجوانب التقنيه وانت ليست لديك نظام ولا معايير حقيقيه لتخريج الطالب الجامعي بشكل صحيح؟ ليس لديك معايير حقيقية لقبول الطالب الجامعي في الجامعة بشكل صحيح. هي القضية ليست مختبرات فقط، ولا كل هذا الآن يستطيعون أن يوفروها بأموال العراق، الآن بلد غني وهم يسرقون، لا زالت هناك أموال بالعراق. لكن الحقيقة تبقى أن هناك عدم وجود ثقة على الإطلاق من المجتمع الدولي بما يحدث في العراق في كل شيء، ومن ضمنه طبعا بالتعليم. عدم ثقة العالم بنظام التعليم في العراق. العالم هنا يعني العراق، وخصوصا المخرجات التعليم. الخريج لا يجد سوق عمل بعد الجامعة. السياسيين الذين يحكمون البلد متهمون، معظمهم متهم بأنه قد زور شهادته، وفضيحة جامعات لبنان وغيرها من الجامعات موجودة. هذا الأمر هل سيؤثر وله تداعيات سلبية بالمستقبل على نظرة العالم للأجيال القادمة من العراق وفق هذا النظام المتردي والمتهاوي؟ شوف، هو قبل كل ذلك الحقيقة المشكلة الحقيقية هي ليست في التزوير. التزوير والشهادات اللي مثل ما يقولون إخواننا المصريين المضروبة، هذه موجودة في كل زمان ومكان. هي المشكلة في إقرارها، المشكلة في قبولها، المشكلة في التهيئة التشريعية لقبولها. يعني المجلس أنت الأعلى للجامعات مثلا عندما يقبل بها، أكثر من ذلك عندما البرلمان يدعو إلى العفو عن كل واحد زود شهادة، عندما يصدر قرارات من الدولة حتى يعترف بشهادة البكالوريوس والماجستير بين قوسين المضروبة، يسمح له أن الآن يكمل إعدادية ويكمل إعدادية بطريقة. عندما يقبل مدارس دينيه موجوده في قم وطهران ليس لها حتى يعني ادرج حتى عنوان ما بها، يقبل بشهاداتها. هذا هو القبول القانوني للدوله للشهادات اللي جايه من الخارج وحتى اللي من الداخل. المشكله هي هاي، وليس المشكله في وجود الجامعات اللي تعطي هذه الشهادات. هذه موجوده في كل زمان ومكان، لكن من الذي يسمح بالذهاب الى هناك؟ هذه هي المشكلة الحقيقة اللي تعاني منها العراق. برلمان فاسد، ناس سياسيين فاسدين جالسين على كراسي تكنوقراط، كراسي تعليمية وصحية وكذا، وبالتالي المخرجات فاسدة بلا شك، ولا يمكن لشجرة فاسدة أن تثمر ثمرا طبيعي. بالنظر إلى المدخلات أيضا وإلى العمليات وإلى المخرجات دكتور، لننظر إلى موضوع العمليات هنا. إن إذا أردنا النهوض بالعملية التعليمية وبالنظام التعليمي وبالأخذ بنظر الاعتبار الأبنية والمختبرات وابتداء من الوزارة وحتى رياض الأطفال، كيف، ما هي الخطة من وجهة نظرك يعني باختصار للنهوض بالواقع التعليمي؟ أولا هي يعني العملية التعليمية يسموها بروسيس يعني بالإنجليزي. هذه البروسيس تبدأ من مرحلة إنشاء الجيل، نعم، اللي هو من الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والإعدادية، جيبة هيئة للجامعة. احنا ما نستطيع بالجامعات أن نخلق شيء من لا شيء. إذا ما تجيك الطينة صحيحة من التربية، من وزارة التربية، لا تستطيع أن تعمل شيء. مثل ما قلت لحضرتك، القضية أبدا هي مو نهائيا ليست قضية أموال. الأموال موجودة، إذا مو موجودة عند الدولة كلها مسروقة، تكون موجودة بالقطاع الخاص، اللي سرقت من الدولة راحت للقطاع الخاص. لكن المشكلة الحقيقية في أنه أنت تبدأ بعملية بروسيس صحيح من الابتدائية صعودا، وهذا تأخذ سنين. لكن أنت شو تسوي الآن بالتعليم العالي؟ أنت تجيب
مجموعه كبيره تسميهم لجنه الحكماء، تسميهم لجنه الخبراء، ينظرون الى واقع الجامعات، يشوفون شنو مواطن الخلل بها، يبدون يغيرون، يضعون الرجل المناسب في مكانه. اخي واحده من القضايا الكارثيه الان في الجامعات العراقيه الخاصه انه المالك مال الجامعه هو الذي يعين عميد الكليه او رئيس الجامعه، وهذه واحده من الكوارث الحقيقيه لدى كل جامعه خاصه. اليوم هناك حجي، هذا الحجي هو الذي يأمر وينهي ويكتب ويوقع، واحيانا لا يوقع لانه يبصم لا يستطيع التوقيع. هؤلاء هم كارثه الجامعات وليس، وهذا السبب ايضا رئيسي لازدياد الاميه في العراق. نشكرك شكرا جزيلا من كوالالمبور الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود المسافر.